صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استقدام الكفار للعمل والقول بأنهم مخلصون في العمل أكثر من المسلمين، فهل هذا من الولاء لهم؟ لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين، لأن هذا فيه نشر للكفر في بلاد المسلمين، وأيضا جزيرة العرب منهي عن إبقاء الكفار فيها، فكيف نستقدمهم؟ إذا كانوا ساكنين ومستوطنين فالمسلمون مأمورون، ولي الأمر مأمور بأن يخرجهم، فكيف نستقدمهم وولي الأمر المسلم مأمور بإخراجهم من جزيرة العرب؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، لا يقال إن هذا ضرورة وإن العمل هذا ما يتقنه إلا كافر، هذا ليس بصحيح. المسلمون الذين يتقنون الأعمال والعمالة كثيرون ولله الحمد، يستقدم مسلما. نعم.